السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمركز الوطني لتجميع الفرق الوطنية، والذي يقع بفوكا، بلدية فوكا، ولاية تيبازا. وهذا المركز اللي على سمعنا نشوفوا الصور، الأشغال تقرب من النهاية نتاعها، واللي يتكون من قاعة أولمبية نتاع السباحة، وكذلك عدة قاعات رياضية وفندق لإيواء الرياضيين. إذن هذا هو مركز نتاع فوكا لتجمع الفرق الوطنية، وأترككم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.